مباراة لم ترتقي للمستوى الكبير، ولكن يحاول فريق ميلان أن يرتقي من خلالها بطموع الدوري الأوروبي. كم أنت رهيب وقوي يا سوبر ماريو وغير محدود يا ميلان. من كرة صوبة تصويبة من كلاسيكيات هذا السوبر، كرة تصطدم بالقائم سيلسا فورتونا، ما فيش حد. هذه الكرة المخيفة ذكرتني بتصويبته في مباراة بولونيا في آخر لحظات. شوف الإعادة، شوف الإعادة من خلال كرة بالوتيلي، أجمل كرة في المباراة، لكن يا خسارة تصدير بالوتيلي لم تكن